الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده على ومجده واسأل عفوه وتوسلا وصل على خير الانام محمد وسلم وآل والصحابي ومن تلا وبعد فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالذي عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا جزى الله بالخيرات عنا ائمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا بالبر والإحسان والخير والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم نسأل الله الا يحرمنا اجرها والا يفتنا بعدها نجلس سويا على موائد القرآن حفص وورش وحمزة بروايات في القرآن يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد السجى مدرس القراءات وعلوم القرآن بالازهر الشريف والحاصل على اول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء
والله المستعان على ما تصفون. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء صبر جميل والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون عجيب. السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا هذا غلام وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وجاء
سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة صدق الله العظيم. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه لثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله على أمري وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
المحسنين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى صدق الله العظيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله
عبده ربي أحسن مثواي صدق الله العظيم. إنه لا يفلح الظالمون وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وقالت هئت لك قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما صدق الله العظيم. ولما
نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا صدق الله العظيم. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فإنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. صدق الله العظيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما أن
جنأوا عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. قال هي راودتني عن نفسي واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق الله العظيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا
فاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قد تلاها على بسام حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجى مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدنينجاد محافظة البحيرة. والآن نستمع لقارئنا الجليل فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد إبراهيم الجمل قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي وعضو نقابة القراء والمقيم بهذه البلدة العامرة. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا.